خلق الصبر يعده الناس خلقا، وعده الإسلام عبادة، بل هو أمر لابد أن يكون مصحوبا بالعبادة. نحن قدمنا مفهوم الصبر فجعلناه في الصبر على الضغوط، ضغوط الحياة والفتن والابتلاءات وهكذا، لكن الإسلام جعل الصبر مصاحبا للعبادة قبلها وبعدها. الصبر عن المعاصي أسهل من الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء أسهل من الصبر على النعماء، لأن الصبر على البلاء فيه نوع من الحرمان. تستطيع أن تصبر بسهولة عن الطعام خلاف أيام الصيام. أيام الصيام الطعام في الثلاجة وفي كل مكان، ثم أنت مطالب بتركه فهو موجود. الصبر يكون صعب إذا كان مقرونا بالقدرة، أنت تقدر على فعل الشيء ومطالب أن تتركه، فيكون في الحالة هذه صعب. أما في حالة الحرمان من الشيء نفسه يكون الصبر عليه على تركه أسهل. لذلك الصبر على الطاعة أصعب من الصبر على المعصية، والصبر على النعماء أصعب من الصبر على الضراء عياذا بالله. لذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا عدة آيات في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لأن وجود الأموال ووجود الأولاد يمثل مقدرة أنك أنت تتمتع بهم، تستمتع بالوقت معهم وهكذا، إنما إذا لم يكونوا موجودين فلا يوجد نوع من الملهيات المحببة. يعني ليس كل عدو بينك وبينه بغضاء، وليس كل عدو بينك وبينه شحناء ومحادة واختلاف في الطباع، إنما ممكن يكون عدو وهو محبب إليك، وتكون عداوته من باب الصد عن ذكر الله، أنه يصدك عن ذكر الله من حيث لا تدري. لأجل هذا قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو، عدو بغض ومحدة، لا، عدو صد من المحبة، من وجود المحبة. هذه المحبة تصدك عن ذكر الله، تنشغل بالزوجة، تنشغل بالأولاد. في الموطأ: الولد مجبنة مبخلة. الحديث الشريف: الولد مجبنة مبخلة. يعني مجبنة؟ يعني الولد يحمل أباه على الجبن في الوقت الذي يستدعي أن يكون أباه مقداما، ويحمل أباه على البخل في الوقت الذي يستدعي أن يكون أباه كريما. فهذا الولد يصد عن التضحية بالمال، يصد عن التضحية بالنفس، يصد عن المكارم وعن البر. فكم فات الناس من أفعال البر وأفعال الخير نتيجة محاب دنيوية، محبة الأزواج الزوجات ومحبة الأولاد. فهذا الصبر، هذا الصبر مطلوب جدا في هذا الباب، أن الإنسان يصبر على وجود النعمة فيتعامل معها بشكل يوصله إلى الله، أن يستعمل النعمة في مرضاة الله ولا تصده النعمة عن طاعة الله. وهذه المرحلة أنتم تعيشوها بالفعل. كثير منا كان يعاني من الحرمان وكان قلبه معلق بالله. فاكر أيام الحرمان؟ الحرمان بسبب أنك أنت فرد، ورب لا تذرني فردا، وأصبحت الآن بزوجة وأولاد. الحرمان بالفقر، وأصبحت الآن لا تشكو فاقة ولا تشكو حاجة ولا تبيت ليلة جوعان، ولكن كان قلبك موصول بالله. إيه الفرق بين هذه الأيام التي كان قلبك موصولا بالله مع الفقر والحاجة والعوز، هذه الأيام التي تتمتع فيها بالنعم الظاهرة والباطنة، ثم أنت تشكو الوحشة بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى؟ هو مسألة عدم الصبر بس. الفرق هو عدم الصبر. في مجال الصبر على النعمة فشل، إنما في مجال الصبر على الحرمان والفقر كان ناجح، وهذا يحسنه كل الناس. الصالحون قالوا من قبل: الصبر على البلاء يشترك فيه معنا الكافرون، أما الصبر على النعماء لا يحسنه إلا الصديقون. طب واحد يسأل: كيف نحقق الصبر على الطاعة؟ فيه ثلاث نقاط. الصبر على الطاعة قبلها باستحضار النية لها، لما نصلي ونسلم ويأتي أخ يقول: أنتوا أقمتم الصلاة بدري قبل الموعد اللي هو 10 دقائق بدقيقة. ده ما عندوش صبر على، ما عندوش الصبر الأولاني، هذا صبر استحضار النية. صبر استحضار النية إنه هو يكون صلى الظهر
ومستحضر نية العصر، صلى العصر ومستحضر نية المغرب، وليس استحضار نية فقط، واستحضار نية وجلب وسائل دافعة ومعينة على القيام وليس على الأداء. فرق بين الفعلين، فعلين أمر، أدوا الصلاة وأقيموا الصلاة، ربنا أمرك بالإقامة، فتكون مستحضر وسائل إقامة الصلاة قبل حضور وقتها. هو ده الصبر، الصبر أنك أنت تكون مش مشغول بعبادة الله، لأن هذه وظيفتك. الإنسان اليوم اللي عنده عمل ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويأخذ بأسباب القيام بالعمل كاملا، حتى في الصيام يبحث عن الأسباب المعينة لقيامه بعمله دون تقصير، لأن هذا عمل يتقضى عليه أجر. هكذا العبادة، هذا وهذه وظيفتك التي خلقك الله من أجلها. الله عز وجل لم يخلقك لشيء إلا لعبادته، والواجب أن تصير وتحول كل أوجه حياتك إلى عبادة. العمل عبادة، علاقتك بالزوجة عبادة، علاقتك بأولادك عبادة، بأهلك صلة أرحام عبادة، بكل ما يخص أوجه الحياة. بالنوم، المسلم إذا نام يتعبد بنومه، لأنه ينام على ذكر ويقوم على ذكر ولطاعة. المؤمن لا يسأل هل ذكر الأولاد، هل اجتهدوا في الدروس، قبل أن يسأل هل أدوا الصلاة، هل ذكروا الله. هذه مهام، هل ورثتموها لأولادكم؟ سعدت سعادة بالغة لما وجدت أحد إخواننا يعلم أبنائه كل يوم أن يجلسوا مجلس يراجع لهم القرآن، والآخر أحدهم يسمع والآخر يذكر الله سبحانه وتعالى استغفارا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. أنا كنت أتصور أن واحد يسمع والتاني يجهز نفسه عشان يسمع، لكن وجدت الأخ يأخذ بيد أولاده إلى باب آخر من الطاعة، واحد يسمع يتلو عليه والثاني يستغفر 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة كل يوم قبل النوم. هذا أمر مهم يا إخوة، هو ده الصبر على العبادة قبل حدوثها، قبل دخول وقتها. الإنسان المشغول بالعبادة وبالصلاة هو يأتي ليسمع الأذان في المسجد فيكسب تحية المسجد قبل الأذان، وبعد الأذان يصلي سنة قبلية، ويجلس يدعو بين الأذان والإقامة وهو وقت مظنة استجابة الدعاء. ثم إذا أقيم للصلاة فهو في الصف الأول بطبيعة الحال، لأنه جاء مبكراً وللصف الأول فضل. ثم يذكر بعد الصلاة أذكر ما بعد الصلاة وسنن بعدية. إنما الإنسان اللي هو الذي لا يستحضر هذا المعنى ولا يستصحب النية والذكر هو غافل، يأتي ليقول أقمتم الصلاة متأخرين أو مبكرين. واحد يقول له أرحنا بها، والتاني يقول له أرحنا منها. واحد يقول أنت جيت مبكر، والتالي يقول جيت متأخر، وتصير العملية كأننا نسقط فريضة ولا نقيمها. للأسف أصبح المسلمين الآن، يا للأسف، تأخروا عن معنى الأداء إلى معنى الإسقاط. بدل ما نكون نرتقي من الأداء إلى القيام، لا، إحنا بنهبط بمستوانا من أداء الصلاة إلى إسقاط فرض الصلاة عنا. يعني إحنا هم نريد أن ننزله من على أكتافنا ولا يكون من الواجبات المسؤولة. هو ده المشكلة اللي تخلي المسلم مثل الآلة، وربنا سبحانه وتعالى يريد مننا أن نكون حاضرين القلوب والأرواح. سيدنا إبراهيم لما سأل الله سبحانه وتعالى عزوة ومجتمع لابنه إسماعيل وزوجه في مكة، قال واجعل مجموعات من الناس، واجعل أفئدة، واجعل أفئدة. الأمر يحتاج قلوب حاضرة، قلوب تستشعر معنى العبادة. لا تغفل عن العبادة قبلها، طيب، لا تغفل عن العبادة قبلها، وأثناء العبادة لا ينشغل بأمر آخر. أثناء العبادة لا ينشغل بأمر آخر. لماذا تجتمع علينا الدنيا بكلاكلها أثناء الصلاة؟ تتذكر كل شيء أثناء الصلاة. أحياناً الواحد يحتاج يطلع ورقة وقلم ولا الهاتف ويسجل عليه الأمور اللي هو كان نسيها وهو داخل الصلاة، ده لأنه مشغول أثناء العبادة بما انشغل به قلبه. لو حضرت قلبك قبل الصلاة لانشغل بالصلاة أثناء الصلاة. الشأن ليس
أداء الصلاة، إنما الشأن هو حضور القلب أثناء الصلاة. الذي حثك الله واستحثك عليه هو استحضار عظمة الله وذكر الله وجلال الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة. ليس الشأن فعل المأمور، لكن الشأن كل الشأن ألا تنسى الأمر حال الإتيان به. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هو بيؤدي حركات إسقاط فريضة، قلت لحضراتكم من قبل أنها حركات أشبه ما تكون بحركات ميكانيكية، قيام ركوع سجود قيام ركوع سجود قيام، ليس له معنى تسليم ويخرج. في المثل يقولون دخول الحمام ليس كخروجه. فعلا الإنسان يدخل قبل الحمام يدخل متسخ، أعصابه تعبانة، يخرج نظيف، أعصابه مرتاح. كذلك الصلاة إن لم تدخل بهذا المعنى وتخرج بهذه الثمرة فأنت مغبون. مغبون في ضع نصيبك من العبادة بهذا الجانب أيها الأخوة الأحباب. الصبر على الطاعة أصعب من الصبر على المعصية. لما نقول مثلا الصبر على الطاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد وهو غايب عنها، أنه هو يحضر الصلاة الآتية وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هو ده معنى أنك أنت تكون مشغول بالعبادة قبل حضور وقتها، وتكون مشغول فيها بالخشوع والقيام بها على بسننها وواجباتها وفرائضها واستحضار القلب فيها. هو ده الصبر عليها أثناءها. وبعدها بعد العبادة ينشغل بأن الله سبحانه وتعالى هل تقبل منه أم لم يتقبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الصلاة، أول ذكر من أذكار الانتهاء من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أعنا. طب ما احنا خلصنا، كيف يعنا؟ لأنه مشغول ومعلق بما بعدها من فرض وواجب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأدعية تدلك على حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. بعد الصلاة أنا لا أتكلم عن الصلاة كالعبادة مفردة، إنما أتكلم على العبادات بوجه عام. ربما تكون تصدقت بصدقة صغيرة، 1 يورو وضعته في صندوق المسجد، تصدقت بأعانة محتاج، ترجمت عنه، دفعت عنه ضر، أعنته على حمل لا يستطيع حمله، ساعدته على أمر لا يستطيعه. بعد أدائك هذه العبادة عليك واجب. ما هو الواجب؟ ألا تمن وألا ترى العمل وألا تعجب به. يعني تمن وألا ترى العمل، يعني لا ترى العمل. شفتوا الشاب اللي هو كان يصلي كبار السن في الجامعة، قالوا ما شاء الله هذا الشاب يتقن القراءة ويرتل ترتيلا جميلا ويحسن الركوع ويحسن السجود، ما شاء الله. سلم صاحبنا من الصلاة قال لهم كمان لو تعرف ان انا صايم، يعني انا بصلي كويس وكمان انا صايم. هو ده رؤية العمل، ان الانسان يعجب بعمله يعجب بطاعته، يخرجها من ديوان السر الى ديوان العلن، يتحدث بها بعده ويمن بها. والله تصدقت، والله فعلت، والله احنا جايين بامر الجامع. امال مش هتقوم بامر الجامع، مين اللي هيقوم بيه؟ راح اجيب مين هنا يقوم بامر الجامع؟ يا جماعه المصلين يا اللي انتوا هتصلوا، ان لم تؤمل لنفسك متر في متر تصلي فيه لا خير فيك. معلش انا احيانا اجيب الكلام على شخص ثالث، لكن هي الان في وجهكم بدون مواراه وبدون مجامله. المسلم الذي لا يؤمل لنفسه مترا يصلي فيه، يؤمنه يعني ايه؟ مش يبحث عنه ويروح يصلي، لا، يؤمنه يعني ينفق ويحافظ وينظف ويتابع ويحرص على وجود هذا المكان. لا خير فيه ولا بركة، وبطن الأرض خير له من ظهرها. لما انت مش هتأمن لنفسك مسجد تصلي فيه انت وعيالك وزوجتك، وما انت عايز تبقى شغال في الدنيا. أعرف واحدة ألمانية تبرعت الأسبوع الماضي، تبرعت ب10,000 جنيه، عفوا 10,000 يورو لمسجد اشتروه الإخوة في بن سهم. ألمانية غير مسلمة، يعني تفتكرها مسلمة؟ غير مسلمة. قالت الجماعة دول ناويين على خير، احنا نساعد في الخير. طب انتم منتظرين ايه؟ يا حلاوتكم لما
غير المسلمين يتبرعوا لكم بالمكان اللي تصلوا فيه، يعني تكون عبء على غير المسلمين في عيشتك وفي سكنك وتعليم أولادك وفي كل مقدرات حياتك حتى عباداتك. يبقى أنا مسلم بأي شكل وبأي وظيفة وبأي رسم، إيه الرسم أو إيه السمت الذي أكون به مسلما إذا كنت متكلا في أمر ديني وفي أمر عبادتي على غير من المسلمين أو غير المسلمين؟ ده يا أخوة ده نوع من التكاسل والتباطؤ، وفي الآخر عايز واحد يدي لك الكارت وانت طالع من الجامع تقول له الكارت، يقول لك الكارت اللي تخش بالجنة، خش امسك خد حطه في جيبك، أول ما تروح الباب الجنة تغشيه فتفتح لك المصاريع أبواب الجنة الثمانية، ويقول لك ادخل. لا يا أخوة، الأمر محتاج تضحية. المن والعجب وذكر العمل ورؤيته يضيع عليك عمل فيما بعد. بل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا في القرآن الكريم قال: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. المن أن الإنسان يذكر يرى عمله أنه عمل واجب، عمل الذي يدخل به الجنة، والله لو وزنت كل أعمالنا جميعا بنعمة واحدة على واحد فينا. الآن الإنسان الذي يحتاج لآلة كي يبصر، ويحتاج لآلة كي يمشي، ويحتاج لدواء كي يتنفس، ويحتاج ويحتاج ويحتاج، فما بالك أنت بدون أي آلة وبدون أي دواء وبدون أي شيء؟ هذه نعم عظيمة لا تشعر بها إلا إذا افتقدتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يجعل هذه النعم هي الوارث منا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.